ومن عجيب أسرار النية أن بركتها تصل إلى أشياء لا تخطر على البال. قالوا إن رعاة الشاة في أيام سيدنا عمر العزيز قالوا من هذا الرجل الصالح الذي قد تولى على الناس وولي أمر الناس؟ قالوا لهم وش دراكم وش علمكم؟ قالوا عندنا علامة، إذا ولي رجل عدل صالح الذئاب تكف عن شأنه، والحيات يقول ضررها لأولادنا ما عاد تتعرض لنا. هو يفنية حاكم عادل أثرت حتى في السباع، أثرت حتى في الحيوان. بل قالوا أن واحد من الرعاة بقي الشيء الذيب يرعى من غنمه ولا يكلم في أيام سنتين حق سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال تمر عليه بعض الناس يتعجب، قال يا هذا تترك الذيب مع الغنم؟ قال يا هذا إذا صلح الرأس فليس على جسد بأس. قالوا في يوم كان جالس وإذا بالذيب قام وعدا على غنمه وأكلها، قال مات عمر بن عبد العزيز. فوجدوها الساعة اللي فاضت روحه فيها، فاضت روحه وقد تغيرت الأشياء من بعد. سبحان الله. يقولوا بعض الرعاة إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شاينا. قال انظر هذه النية التي أثرت حتى في السباع، سبحان الله. فتتولد أمور ما كانت من قصد الإنسان لكن بحسن النية، وكذلك في الشر إذا أضمر الشر تولدت منه شرور حتى ما كانت من قصده في الأول. هذه أمور غامضة يجب التنبؤ لها وإعمال فكر فيها.